واضح انه الحديث عن اللغه والقراءه ومعدلات القراءه في العالم العربي يسلمنا الى السؤال الذي لم يجاب عليه. انه دكتور يوسف جاء من عالم التراث الى عالم الروايه. انا سالت بالفعل السؤال. انا اريد ان اجيب لانه مطلوب من يوسف ان يجيب على هذا السؤال، لكن انا اعتقد انه مشكله العالم العربي اننا نضع الاشياء في قوالب محددة دائما، لأنه الذي يشتغل في النقد يجب أن لا يكتب يعني في تراثنا هناك رجال موسوعيون يعني. نعم أيضا الذي يشتغل في التراث أو في الفلسفة يجب أن لا يكتب رواية أو لا يكتب شعرا. أنا أعتقد أنه هذه مقولة غير صحيحة على الإطلاق، وهي خاضعة لعقلية تصنيفية تقوم بقسمة العالم إلى أسود وأبيض، وهذا غير موجود في كل ثقافات العالم. هناك الكثير من الشخصيات الموازية لشخصية يوسف الذين يعملون في مجالات لها علاقة بالفلسفة، لها علاقة باللغة بالتعليم. وتكتب روايات، صاحب أمبرتو إيكو صاحب اسم الوردة على سبيل المثال، وكتاب آخرين كثيرين جدا لا نريد أن نصل فوقنا في الحديث عنهم. أنا أظن أنه تجربة يوسف باعتباره مطلع على التراث صقلت تجربته الروائية وعطتنا هذه اللغة الناصعة التي تكلمنا عنها قبل قليل، وجعلته يلتفت إلى أشياء لا يلتفت إليها الروائيون في العادة، إضافة إلى اللغة أيضا مشاكل لها علاقة بالفلسفة. أنا أظن أنه الروائي أيضا هو مؤرخ آخر للمجتمعات. الروائي يفكر من خلال الرواية. الروائي يضعنا على صورة حلول لمشاكل المجتمعات ربما لا يفكر بها السياسيون والرجال الذين يشتغلون في مجالات أخرى. يعني أنا طبعا أريد من يوسف أنه هو يتكلم عن هذه القضية، كيف أتى من هذا العالم الذي يشتغل في تحقيق التراث في العالم البحثي، ثم توضح أنه يوسف لديه هذه الموهبة أو الطاقة الخلاقة في الكتابة الروائية. ثم عفوا دكتور، ثم اهتمامك بالتفاصيل والجزئيات الصغيرة، يعني أنت لم تتناول حقبة زمنية فقط يعني بشكل هامشي، بل تناولتها بأشكالها الحياتية وحتى الطعامية، من حيث الطعام، حيث المأكل والملبس، من حيث حتى الأعشاب أو الشجيرات التي كانت تنبت في هذاك الحقبة. أرد على كلام الفخر وبعدين أجي لك للنقطة دي. المسألة ببساطة شديدة أن أنا بشوف نفسي الامتداد أو حفيد لكتاب سبقونا في التراث زي ابن سينا مثلا. ابن سينا طبيب مشهور، هو صاحب كتاب القانون في الطب، فيلسوف وعمل كتاب الشفاء والإشارات والتنبيهات، وهو أيضا أديب روائي كتاب حي ابن يقظان وقصاص كتاب رسالة العشق وسلامان وأبسال، وهو شاعر عمل القصيدة الشهيرة جدا في النفس والأرجوزة الألفية. طيب أين نضع ابن سينا بالضبط؟ في أي خانة؟ طيب ابن النفيس وهو أقرب الشخصيات التراثية ليه، ما هو أيضا هو الطبيب الشهير، وهو اللي كتب فاضل ابن ناطق وهي عمل أدبي تاريخي، وهو اللي كتب تاريخ الفصاحة في اللغة والنحو ابن حزم كده آخره. إذا أعتقد يوسف أنك حققت طبعات يعني ابن نفيس. لا أيضا حي ابن يقظان، الأشكال المختلفة عند ابن سينا، عندي كتاب حي ابن يقظان النصوص الأربعة ومبدعوها ومشاركت يعني حاجات في تاريخ الطب برضه كتيرة قوي منه، وصدر في الإمارات هنا ليا كتاب هو أنا بعتبره أهم أعمالي الشامل في الصناعة الطبية في 30 جزء لابن النفيس. نعم صحيح. وده اللي قضيت فيه مثلا 12 سنة شغال، بس طول الوقت أنا بشتغل في التراث الصوفي والأدبي والشعري والعلمي واللغة في قاسم مشترك؟
بالعكس تصدع أمامي دائما في سياقات كثيرة لا تغيب والتنقل بين المجالات التراثية المختلفة بيعمل صقل شديد جدا للغة لأن لو شفنا مثلا لغة ابن النفيس هو بيكتب طب لها لغة عالية جدا ولغة ابن سينا هو بيكتب فلسفة لغة دقيقة جدا ناهيك عن بقية الأشخاص فبالتالي الخطاب الغوائي بيستوعب من حيث الحجم رؤية واسعة جدا في كتبي اللي هي لها طابع بحثي او تحقيقي او تراثي بلتزم بالمعايير والقواعد المتبعه في هذا المجال انما في الادب بيدي مساحه اوسع كثير للمجاز والخيال واقدر اقول حاجات كتير منها بقى سؤال من الكلام الاختصار التفاصيل مفيش حياه حقيقيه بدون التفاصيل خاصة إذا كانت مريها اللي بتحكي ما أنا مش هقول إن في بنت مصرية من منطقة شرق الدلتا راحت عاشت في منطقة جنوب الأردن وعبرت جبل السكاكين أو جبل سكاكيني دون أن تنتبه إلى هذه التفاصيل دي حياتها علشان كده أنا اهتميت بإن نفس المسار ده حتى مسار القوافل امشي فيه وكان منه المرور من وادي عربة بين الاردن واسرائيل يمكن الدكتور الان احنا نستعرض بعض اللقطات في الحقيقه للبتراء وهي يعني ذكرت في الحي الثالثه بشكل مفصل كذلك واتصور كان لك زياره فيها حتى تكتب بهذه التفاصيل هي زياره اللي هي كتابه هناك يعني الجزء الأخير وحتى في الحي الثانيه المرور من وادي عربة صحيح. انا مشيت نفس المسار لا جميل دكتور بمناسبة المسار بصراحة في بداية الرواية كان هناك نوع من الترقب والخوف لما كان جنود هرقل كانوا بيهجمون على مصر وإخراج الفرس وأحسست بنوع من القلق الشديد وكان الأهالي في منطقة ماوية على تأهب شديد لهذه المرحلة ثم خبت يعني هذه الفكرة وأصبحت الرواية أقرب للهدوء وكما ذكرت هي التأمل من عين ماوية يعني انتظرت في نهاية الرواية أو في الثلث الأخير نوع من المفاجآت الثقيلة التي تبقيك على أطراف أصابعك لكنك فضلت أنك تبقيها بهذا الهدوء يعني حبيت أسأل عن السبب إذا كان الكلام صحيح أصلا لا أولا الحالة اللي أنت ذكرتها الواقعة التاريخية الخاصة بخروج الفرس ودخول البيزنطيين مرة أخرى لأنه كانوا موجودين قبل كده دي من ضمن الأشياء اللافتة للنظر انه احنا لا نهتم ابدا بهذا الكلام كانه وقع في بلاد اخرى طيب دي بلد بتمر عليها بتدهسها جيوش داخله وطالعه ولا احد يذكر شيئا عن هذا الامر كان ده شيء فقصدت انه في المشاهد الخاصه بتجلي العذراء والمشاهد دي ان تعلى الشحنه عاطفيه جدا والرعب والخوف وفجأة تخرج من القرية يجي الصحراء ده إيقاع الصحراء صحيح من حيث تتلقى البطلة اللي هي البنت اللي نشأت في منطقة خضرة ماوية فيبقى في حالة السكون وعزم وقوة مش تأمل صدمة عشان كده أول فصل في الحياة التانية صدمة الصحراء نعم صحيح خلاص بتروح في الحياة